بيستقبل الناس اللي بتحب نفحة القداسة. يمكن كتار بيعرفوا انه اليوم عيده، بس بحب كمان انا وياكم نتذكر انه تاريخ ميلاد القديس شربل كان بأيار 8 ايار سنة 1828. ولد ببقع كفرة، كانت وقتها إمارة جبل لبنان. يمكن قليل بيعرفوا أنه تطويب القديس شربل كان بخمسة أيار سنة 1965، وكان التطويب بكاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان. أكيد إعلان قداسته كان بتسعة تشرين أكتوبر 1977 كمان بكاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، واللي احتفل بتقديس القديس شربل كان البابا بولس السادس بول سيس. منعرف انه القديس شربل قبل اسبوع من وفاته كان بالقداس بوقت رفعت الكاس الابوت كوشتو يا ابا الحق. صار معه عارض صحي كبير، ايديه اللي حامليه القربان وكاس القربان تحجروا لدرجة انه راهب كان موجود حب انه يساعده، وبالحقيقة كان متكمش لدرجة انه قدر سحبه، وبقي جمعة 8 ايام بحالة ألم كتير كبير. وبعيد الميلاد، يعني عملياً العيد تبع سنة 1898، القديس شربل انتقل إلى الأخدار السماوية. بذات الليلة ضوى قبر شربل، وبحب تعرفوا كتير منيح إنه بذات الليلة مات بطريرك كتير مهم كان بالكنيسة المارونية، البطريرك يوحنا الحج. وكل العالم تعرف انه وفود كتير كبيره، يعني الدوله، يعني مقامات سياسيه، سفراء، نواب، وزراء، تقاطروا الى بكرك لالقاء النظره الاخيره على البطريرك المهم اللي مات ذات الليله مع القديس شربل. والقديس شربل بصمت رهيب أخذ إلى مدافن عناية. بذات الليلة
ضوى قبر شربل. كل الضيعة الدرزية اللي حد عنايا أو الضيعة الدرزية لاحظت إنه في نور كتير قوي عم بيبص من هالقبر، ولمن سألوا الرهبان، رهبان الدير، إذا بيعرفوا من وين هيدا النور، بالحقيقة ما كانوا عارفين، وبعد شوي عرفوا إنه قبر القديس منور، وبلشت قصة القداسة وقصة شربل. فإذا إخوتي هيدي التواريخ حبيت نتذكرها تنقول نعم مش مهم نحن مين، المهم شو منعمل. عم قول البطرك يوحنا الحج كان من البطاركي القديسين، إنما قداسة شربل كانت ملفتة للنظر. اليوم بسموا شربل مش بس قديس، بسموه طبيب السماء. أنا بدي أقول لكم إخوتي الطبيب الحقيقي هو يسوع المسيح، بس حلو كمان ربنا يعطينا إشارات وعلامات إنه هو قال إذا بتآمنوا فيي بتعملوا أكتر وأعظم من اللي أنا عملته. مش أنا عم أقول هالكلام، هذا الكلام للرب يسوع المسيح. فهنيئاً لكل إنسان اليوم إخوتي بده يأخذ قرار يكون قديس. قديسي الألفية الثالثة هي أنتو، هني أنتو أنبياء الألفية الثالثة وحراسة، هني أنتو. رح نحتفل سوا بعيد القديس شربل، نوقف تنبلش قداسنا. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس أن نحيي في هذا اليوم ذكرى صفيك القديس شربل، فنتأمل حياته ومحبته ونتخذه مثالا وشفيعا، ونحرز نظيره ملء الاتحاد بك، ونبلغ مصاف مختاريك الذين أنعمت عليهم فأشركتهم في ألام ابنك الحبيب على الأرض ومجده في السماء. لك الحمد والشكر ولابنك الوحيد ولروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. المجد رفعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب القدوس الذي يدعونا إلى الشركة في قداسته، وإلى الإبن الحبيب الذي يسبغ علينا نعمة البنوة بتجسده وموته وقيامته، وإلى الروح القدس الذي يكشف لنا ويكمل فينا على الدوام عمل الآب والابن برخمورب. الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا أنا وإلى الأبد. أيها المسيح إلهنا، يا من دعوت الأب شربل ليقتفي خطاك في نور حياتك الخفية وتضحياتك على الصليب، لقد شئت أن تكون حياة شربل شهادة لك، فعلى مثالك توحدا في القفر
لكي يصوم ويصلي ويجرب وينتصر، وحمل صليب الحياة النسكية الشاقة وأوجاع لبس المسح والحديد الشائك، ومعك قدم نفسه قربانا للآب السماوي. والآن نسألك أيها المسيح إلهنا بشفاعته على عطر البخور أن تهبنا نظيره بصيرة صافية ووجها مشرقا وقلبا نقيا، فلا نحيد عن محبتك والإيمان بك ورجاء مجدك. أهلنا للقيام معه عن يمينك في ملكك الأبدي برخمور أبو. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. يا غافي وعيونك لعينينا نور، زهرة عشفونك حبة البخور. يا غافي وعيونك لعينينا نور، زهرة عشفونك حبة البخور. قداسك الحق لي مسبحك البيت، بحني السبلي ركعت وصليت. يا شربل ساعدنا، يا شربل ساعدنا، يا شربل احمينا احمينا. وتبوس كتابك طبق الأصاب. يا شربل ساعدنا، يا شربل ساعدنا، يا شربل احمينا احمينا. يا غافي وعيونك لعينينا نور، زهرت عشفونك حبت البخور. يا غافي وعيونك لعينينا نور، زهرت عشفونك حبت البخور. قداسك الحق لي ومسبحك البيت، بحني السبلي ركعت وصليت. يا شربل ساعدنا، يا شربل ساعدنا، يا شربل احمينا احمينا. يا شربل ساعدنا، يا شربل ساعدنا، يا شربل احمينا احمينا. ارضى اللهم عن صلاتنا وعطورنا كما سرك وأرضاك صفيك شربل بحبه لك وشوقه إليك. أسبغ علينا نعمك وألهمنا أن نحبك حباً كبيراً يليق باسمك الذي أنعمت علينا بأن نحمله واسماً أبدياً حياً، ف
فنرفع إليك المجد إلى الأبد. آمين. قد شاط قلوب، قد شاط حيل طنو، قد شاط لويو طنو، اترحم علي. قد شاط قلوب، قد شاط حيل طنو، قد شاط لويو طنو. القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغيا إلى كتبك المقدسة، لك المجد الآن وإلى الأبد. المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئة والسامعين وهذه الرعية وأبنائها المؤمنين وزائريها إلى الأبد. يا إخوتي، أنعود نبدأ فنوصيكم بأنفسنا؟ أم ترانا نحتاج كبعض الناس إلى رسائل توصية إليكم أو منكم؟ إن رسالتنا هي أنتم، وهي مكتوبة في قلوبنا، يعرفها ويقرأها جميع الناس. أجل، لقد اتضح أنكم رسالة المسيح التي خدمناها نحن، وهي مكتوبة لا بالحبر بل بروح الله الحي، لا على ألواح من حجر بل على ألواح من لحم، أي في قلوبكم. تلك هي الثقة التي لنا بالمسيح عند الله، وهي أننا لا نقدر أن ندعي شيئاً كأنه منا، بل إن قدرتنا هي من الله، فهو الذي قدرنا أن نكون خداماً للعهد الجديد، لا للحرف بل للروح، لأن الحرف يقتل أما الروح فيحيي، والتسبيح لله دائماً. هللويا هللويا. الصديق كالنخل يزهر، ومثل أرز لبنان ينمي. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي.
السلام لجميعكم. ومع روحك. الإنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: عين الرب 72 آخرين وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع كان مزمعا أن يذهب إليه، وقال لهم: إن الحصاد كثير أما الفعلة فقليلون، أطلبوا إذن من رب الحصاد أن يخرج فعلة إلى حصاده. اذهبوا، ها إني أرسلكم كالحملان بين الذئاب، لا تحملوا كيسا ولا زادا ولا حذاء ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه قولوا أولا السلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن سلام فسلامكم يستقر عليه، وإلا فيرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن الفاعل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى آخر. حقا والأمان لجميعكم. كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي، من كان من الله سمع كلام الله، من كان من الله سمع كلام الله. كلمتك مصباح لخطايا ونور لسبيلي. الأعياد بتجمع، بالعيد منقول منعيد، ما لقينا كلمة أجمل من إنه تعو تنعيد بالعيد ونعيد. كلمات حلوة بتنقال ويمكن من القلب، لأنه العيد بخلينا نحس قلوب حابة إنه تلتقى، حابة إنه تفرح تتهلل. عيد القديس شربل بيجمع وبيخلينا نحس بفرحة إنه دروب القداسة إخوتي مفتوحة. أكيد دروب القداسة هي صرخة بوجدان البشرية، بقلوبنا، بضمائرنا. أنت، أنا، أنت حبين تكونوا قديسين؟ أو القصة يمكن تعني لنا بس نصير عفراش الموت؟ رقبت على مدى 24 سنة كهنوت ناس بيعيشوا حياتهم مثل ما بدهم، ودايماً بيقولوا لحقين نركب نباريش، يعني كأنه عم بيقولوا بعد بكير يجي الموت، وبيعيشوا وبينسوا إنه دقات قلبهم والوقت اللي الله عطاهن إياه هو لتمجيد اسمه وليحضروا ل، خليني سميه، وقت الحصاد أو لحظة الوداع واللقاء. القديس بيعلمني شغلي إخوتي، بيعلمني كون قديس بكل لحظة من لحظات حياتي. وشو صعب مرات بيقول الإنسان يا عمي مستحيل، يا عمي القداسة جنون، يا عمي القداسة ما بعرف، طب كيف؟ وألف سؤال وسؤال بخربط لنا يمكن مرات سلامنا، بينما القداسة إخوتي هي لتقلك
بدك السلام الحقيقي بدك تكون قديس. شو يعني تكون قديس؟ يعني كل عمل بتعمله حط فيه فرح، سلام، حب، يكون عمل رحموي وتطلع فيه وعمله بأفضل طريقة ممكن ينعمل فيه هذا العمل. وبدي قلكن القداسة إخوتي بتمنعنا إنه نتردد، إنه نهرب، إنه مرات نخاف، إنه مرات نقول مش أنا. القديسين كانوا مجانين، القديسين كانوا خوت، والخوت لأنه بالحقيقة الإنسان بده يعمل شيء ما انعمل. أنا بقلكن إذا بدكن تعملوا فوتوكوبي أو صورة طبق الأصل عن القديس شربل تخسروا وما بتصيروا شربل، لأنه شربل ما رح يتكرر، رفقة ما بتتكرر، فرانسيس الأسيزي ما بيتكرر، القديسة ريتا ما بتتكرر، ما حدا يقول بدي يكون مثل. ما رح تكونوا ماربولوس ولا سمعان ولا بطرس ولا أي حدا إخوتي، بدكن تكونوا أنتو وبصمتكن أنتو المهمة، نظرتكن أنتو المهمة، تطليعتكن، لسانكن الطيب العنصري، حضوركن، تميزكن، إبداعكن، خواتكن هو اللي بيعملكن قديسين. اللي بده يعمل إذا بدكن يتقلد رح يكون عم بيتقلد وما رح يتميز. التميز هو أول خطوة للقداسة، التميز إخوتي. يسوع اطلع بتلاميذه، وبدي أقولكم بكل بساطة كان عنده 12 رسول، شوي من وين خلقوا هالتنين وسبعين ما بعرف، لا عملن تنشئة ولا فوتن على مدارس لاهوتية ولا عملن دورة بيبلية ولا عملن دورة استثنائية تيعرفوا شو بدهم يقولوا ويكونوا عندهم إلوكانس بالحكي. لا، يسوع اطلع بناس لقى انه عندهم شيء مميز بيميزهم، طيبين الطيبة، قال لهم بدي ابعتكن، تقبلوا تروحوا؟ ايه منروح. بتعرفوا شو كان طالب منهم؟ روحوا خبروا الناس شو شفتوا وشو سمعتوا. بس شو شفتوا بعيونكن كيف أنا عم بتحرك وشو عملت وشو سمعتوا، روحوا خبرون للناس. صعبين إخوتي، مرات كتير شباب وصبايا بيقولوا لي طب هيدي شغلة الكهنة، وبسألكن دخلكن مار بطرس ليش قال برسالته، كتب رسالة مار بطرس حلوة كتير بيقول فيها، هو كتب رسالتين بس صغار، بس برسالة من الرسائل بيقول انتو حجارة حية ببنيان الكنيسة، انتو شعب كهنوتي. طب اذا انتو شعب كهنوتي يعني شو مطلوب منكن؟ مطلوب منكن اللي بيأثروا فيه كهنة اتفضلوا اعملوه انتو، اللي بيأثروا فيه القاضي اعملوه انتو، الحكام اذا أثروا بمطرح واحد مش تلعنوا، اعملوا انت. أنا بسألكم إخوتي، لمن بعض الناس اكتشفوا إنه في نقص بإنه يكون في مؤسسة للأشخاص المدمنين، الدولة عملتها، الدول عملتها، في ناس إجت قالت لأنه ابني كان مدمن ولأنه في حاجة أنا بدي أعمل مؤسسة ترعى بالمدمنين. بكتير دول بالعالم هيك صار إخوتي، وهيدا الشيء اللي صار بهيدا البلد بهي المنطقة ألهمت دول حتى المجتمع المدني ياخد مطرحه، وصارت الدول والحكومات تقول منرعاها منساعدها منحط إيدنا معها، وبعدين عملت مثلها. دخلكن هيدا الشيء كان بده رصيد عالي، كان بده قلب، كان بده قلب، كان بده روح طيبة، كان بده حدا يقول أنا. مشان هيك الإم تريزا
ما نطرت شو عملوا الرهبات قبلها. قلت لهم بدي روح مطرح ما حدا مسترجي يروح، بروح أنا. مطرح ما عم بيتجرأ الناس يكونوا مع أفقر الفقراء التعبانين اللي ما حدا بيطلع فيهم، اللي طلعت ريحتهم، المستوتين على قارعة الطريق، هيدولي رح يكونوا رسالتي. شو قال مربولوس برسالته اليوم؟ لقد اتضح لنا أن رسالتنا هي أنتم، مكتوبة بقلوبنا، مش على ألواح من حجر، بل على ألواح من قلب ولحم. لفتتكن هالكلمة إخوتي شو يعني؟ يعني إذا كان عندكن قلب بحن، بيرحم، بيعطف، أكيد قادرين تكونوا قديسين. اللي عم بقوله منه خطير إخوتي، مش مطلوب منكن تعملوا ساعات سجود، تعملوا مدارس لاهوتية، أو تصوموا وتصلوا والمسبحة ما تنزل من إيدكن، أبداً. مطلوب منكن تحبوا وترحموا وتغامروا وقت اللي العالم خيفانين من المغامرة ومن الشيء الغامض اللي بده يجي ومن الوحش. لا 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 لا، ميني أنا؟ لا يا خيي، هيدولي خطرين. وقت اللي أنت بتتجرأ، وقت اللي أنت بتقوي قلبك، أنت بتقوي قلبك، بتعملوا اللي كان يسوع حابب يعملوا من خلالكن، من خلالكن. مين قديسي الألفية الثالثة؟ مش مار شربل. بالألف وثمانمية وثمانة وتسعين شربل كان عنده قصة مع يسوع ضوت الدنيا كلها. أنا بدي قلكن دخلكن بسنة الألفين ومية وخمسين قبر مين بده يشع؟ بالألفين وخمسين بعد ثلاثين سنة قبر مين بده يشع؟ غلط إنه يشع قبرك، قبرك، قبره؟ لا، مني أنا، هذا تواضع منكم إخوتي، بس ما بدها تواضع القصة، بدها رغبة. التواضع حلو، بس بعالم القداسي بدها مجانين. وبقلكم إخوتي كونوا مجانين الألفية الثالثة، كونوا قديسي الألفية الثالثة. الناس ناطرة، بدها تقعد الناس مع بعض، الناس تحسها مثل ما بينقال عادة بالإنجليزي، كنت حبه كتير التعبير I'm all ears، كلني دينين. شو يعني؟ بدها ناس تسمع، بدها ناس تطلع بعين الرحمة، بدها قلبي يحن. وصدقوني أول مين رح يفرح لكم؟ أكيد الرب والقديسين اللي أنتوا عم بتصلوا لهم. ولا واحد منكم رح يكون كوبي بيست عن شربل، وما رح ادعيكم تكونوا شربل، ولا رح قلكم تنسكوا، ولا صلوا الصلوات اللي كان يصليها شربل، ولا تجيبوا قصب، هيدا اللي بسموه ما بعرف شو بسموه، تكي القصب تحطوها وتركعوا عليها، ولا مطلوب منكم تعملوا تكي لراسكم شقفة الحطب مثل ما قريتوا قبل شوي. لا، مطلوب منكم تناموا على تكاية العادية اللي بتناموا عليها، بس تحلموا أحلام سماوية، تحبوا تكونوا قديسين، ترغبوا بأنكم تكونوا قديسين، تغامروا وتروحوا مطرح ما العالم اللي حدكن خايفين يروحوا، خايفين العالم يغامروا. إخوتي غامروا. أنا بيلفتني الإعلامي، بتلفتني الكاميرا، بيلفتني الصحفي اللي بيروح على مواقع مرات بتقول له يا خي شو مجنون انت؟ شوفوا الصحفية اللي مجدوها وعملوها، يمكن عملوا لها الشيء اللي ما كانت تحلم انه تعيشه. دخلكم ليش؟ لأن إعلامية متميزة؟ لأنه ستايلها بالحكي أجمل من اللي كانوا؟ ما لا، لأنه اشتغلت وراء خطوط العدو، مع العدو، بوجه العدو، واجهت وما خلت لا كاميرتا ولا صوتا يقول أو يرجف أو ركابة تسك. هيدا كان شغفة. بيعجبني الإنسان اللي عنده شغف، اللي عنده حالة غريبة بتقول عنه يا خي غريبة الزلمة، منطقه غريب، طريقته، فكره،
حركته غريبة. إيه؟ لأنك غريب بتعمل العمل الفارق. ومجتمعنا إخوتي بده عالم شوي غريبين عن المألوف. هيك بيكون في إبداع. ليش صار سعادته نايب؟ ليش سعادته وزير؟ ليش سعادته رئيس أوركسترا؟ ليش سعادته سفير؟ ليش سعادتكن بدي سميكن بيات، أمات، مسؤولين، مدراء شركات، رؤساء أخويات؟ ليه؟ لأنكن بيوم من الأيام قلتوا إذا مش أنا مين؟ بغامر، بنزل على الأرض، بجرب حظي. منو حظ القصة، منو ضربة حظ إخوتي، القصة ضربة جنون. أنا لو فكرت ثلاث مرات ما كنت وقفت على هالمذبح وما كنت كاهن. يمكن كنت بالمدرسة الحربية لأنه هيدا كان شغفي، بس ربنا قال لي تع أنا بدي إياك لمهمة تاني. قلت لي أمي الله يرحمها، قلت لي أنت مجنون، بثلاث سنين بتعلق نجمة وبتصير جنرال والعالم بتخاف من صوتك وأنت زلمي أبضاي وأنت بطل لبنان، لوينك رايح؟ قلت لها أمي دقات قلبي أخذتني لمطرح آخر، لمطرح تاني. والمطرح التاني كان كمان قايد بحقلي، دعا يسوع لإلى كتار وقال له ننزلوا، الحصاد كتير، الفعل قلال، روحوا صلوا لرب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. سألت حالي سؤال وبدي أنهي. أول كن وقت قال لهم يسوع للرسل لهيدول التلاميذ الحصاد وبده فعل، كان عم بقول له بدهم كهني؟ لا. كان عم بقول له بده مطارني وبطاركي بابوات؟ لا. كان عم بقول له بده قديسين الحصاد؟ لا. كان عم بقول له بده اياكم انتو اللي ما خصكن بولا شيء وما بتعرفوا شيء، بده قلبكن، عينيكن، وبده روحكن. اتفضلوا انزلوا، الحصاد كبير، الفعل قلال، صلوا ربنا يبعت اشخاص مثلكن. انا بدي اقول بنهاية هيدي العظة، ربنا بده ناس مثلكن، ما عم بفتش على يوفو وما عم بفتش على ناس اكسترا من ما بعرف وين جايين، لا، عم بفتش عن تواضعكن، بساطتكن، طيبتكن، خامتكن، قماشتكن. وبده يغير وجه العالم، وبده ياكن تكونوا ملهمين، وبده ياكن تكونوا إلو، تشتغلوا لملكوته. كل شيء بيزول اخوتي، كل شيء فاني، المجد كله رايح، وبيبقى انك بنهايه الوقت لمن عم تلفظ روحك الاخيره يتطلع الكاهن بوجهك، او يتطلع صديق الخي الام البي بوجهك، وتشوف علامات الرضا وابتسامه صغيره انت وعم بتفارق الحياه. رفقت ناس اخوتي عفراش الموت وجوههم يا رب تنجينا، ورفقت ناس أنا وعم بمشحن المشحة الأخيرة وجوهن وصواتن وحشرجات صوتن عم تندهوا حياتي تاع نطرتك. وصدقوني قلبي كان يرجف وقول شو عم بيطلعوا وشو عم بيشوفوا. أقولكن هيك، بدي قلكن حبوا لحد الوجع، بذلوا نفسكن ووقتكن لحد الجنون، وانتو قادرين تكونوا شرب للألفية الثالثة، ولبل انتو اللي رح يذكروكم بكرة ولادكم ويقولوا ماما كانت قديسة، بابا يعطيني بركة صلاته، خيي والله شو بدي قلكن، بيعجز لساني شو بدي قلكن عن خيي واختي. هيدول هن معكن، بصلي اخوتي على نيتكن حتى تكونوا ملح الأرض ونور العالم والخميرة تبع هيدي الألفية الثالثة. علمنا عم ينهار، تفضلوا شقلوا. الله يبارككم. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح مولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء،
الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس المنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق الأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي آمين. يتلوت المدحدة له والوتى له دم حادة اليوت وينبسوه الطيب توخ يعول البيتخ وسجود بهايك لوت كوت شوخ دي حل تخموري ودبرك وبزيد وتخرى للفايد صلوا على قيمة المراد قالوا هون قبيل كربونه نترحم عليك بصوته هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي آتي من حضن كتل العالم قابلاني حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح كتل البيعة هللويا وخبز الحياة يا رب عدة الشغل مثل اللي كان يستعملها شربل وتبارك وتقدس من خلالها واليوم بمناسبة مرور 25 سنة على إطلاق ورشة الرعية لبناء نفوس موارنة ومسيحيي الأردن منقدم لك أهلنا الأردنيين واللبنانيين والمصريين العمال والمهندسين اللي عم يبنوا وينموا الأرض تتباركهم وتقدسهم مثل شربل منقدم لك يا رب شوية حجارة من لوحات الموزاييك اللي رح تزين المذبح المبارك وكنيستنا تحتى تذكرنا من خلال هالحجارة انه نحنا كمان حجارة بس حجارة حية ببنيان كنيستنا منقدم لك يا رب البخور تنتذكر انه نحنا ريحتك بهالعالم ومنقدم لك الزيت حتى تباركه قبل ما يروح على بيوتنا ويبلسم جروحاتنا ويشفي نفوسنا وأجسادنا وتذكرنا بالرسالة اللي حملناها لما انمسحنا بالميرون المقدس بسر التثبيت منقدم لك يا رب نوايانا اللي كتبناها على الباب حطيناهم بهالسلة ومعهم كل أحلامنا وأمالنا وعنا ملء الثقة إنك بتعرف احتياجاتنا وشايف هواجسنا وأكثر من هيك منا بحاجة لنحكي منقدم لك يا رب الخبز والخمر اللي رح يتقدسوا من خلال روحك القدوس ويتحولوا لجسدك ودمك اللي بذلتهم كرمالنا على الصليب حتى نتقدس بدورنا مثل ما شربل ونقدس كل اللي رح تحطهم على دروبنا أيها الرب الإله العظيم يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائل هب لهم الحياة والملكوت لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا نذكره على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم
لا سيما الطبوية والدة الله مريم والقديس يوسف ومارون وصاحب هذا العيد شربل خبر الله العظيم. أذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، أبناء هذه الرعية، شبابها، شاباتها، أطفالها، مرضاها، والذين تركوا لنا إرثاً غالياً في هذه المملكة المباركة. واذكر قادتنا وجميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. هللويا لوالدة الله الأم العذراء، الأنبياء والرسل والشهداء، والخدام الكهنة جوك الأبرار، كل أولاد البيعة نحيي التذكار. نفور مار بطرس هامة الرسل. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك أخي الشطيار، السلام لكم إخوتي بالمسيح خدام الروح القدوس. لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وليك نرفع المجد ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضع بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباح، السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. سوى إخوتي، إنك القدوس اللهم الآب
وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصي. كوريا ليسو وبيوم هودق دم حشدي لي معبد حاي نساب اللحم بدو قد يشوتو وبرخ قادش وقصو يا بالتلمدا وكدما ساب خول منك وخو هونو ديني تاو فغرو الدين دحلو فيكون وحلو فسجي ما تقسي وما تيهي حسو يضحو بوالحال دلعو لم علمين وخانوا عالكوس ودمزغوا من حمرو من مي بريخ وقدش ويا بالتلمدا وكدمار سابشتا ومنيك ونخون هونو دانيتا ودمودي دياتك يحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تجد وما تهي وصوي تحوب والحال دلع لم علمين آمين. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمر مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الأب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نشكر بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين صرخت إلي النبي قدام المحرقة استجبني يا رب صرخت كل واحد منا وشو فيه بقلبه نقدر نصرخها هلأ إخوتي بصوت عالي بس ما تنسوا منقول بالنص اللي رح تقروه معي وليأتي روحك الحي ويحل علينا وعلى هذا القربان علينا أولا وعلى هذا القربان كلنا سوا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان كيريا ليسو كيريا يا
ليشعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. أيها الآب السماوي، من أجل أن تكون كنيسة المسيح بمدبريها مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريرك الإنطاكي ومار موسى الحاج مطراننا وجميع الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات منارة تضيء في هذا العالم كما أضاء مار شربل من جبل لبنان إلى العالم أجمع، نسألك يا رب. يا رب ارحم. بشفاعة مار شربل نصلي إليك يا رب مع المسؤولين المدنيين والعسكريين كي يحلوا النور مكان الظلمة والخير مكان الشر والسلام مكان الحرب والازدهار مكان الإفلاس، محافظين على كرامة أبناء الله، نسألك يا رب. يا رب ارحم. يا إله المحبة والرحمة، نصلي ونتضرع أمامك من أجل مرضانا وضحايا الحروب والمجاعات وسوء المعاملة، حول ضعفهم ومرضهم إلى طريق يوصلهم إليك بشفاعة مريم البتول ومار شربل وجميع القديسين، نسألك يا رب. يا رب وارحم. نصلي مع قداسة البابا على نية المسنين الذين يمثلون أصول الشعوب وذاكرتهم لكي يساعدوا الشبيبة من خلال خبرتهم في الحياة وحكمتهم لكي ينظروا إلى المستقبل بأمل ومسؤولية، نسألك يا رب. يا رب ارحم. لقد اقترب ملكوت السماوات، أذكر يا أبانا السماوي أمواتنا المؤمنين الذين انتقلوا من الملكوت الأرضي إلى الملكوت السماوي وماتوا بروح البرارة فكانوا الزرع الجيدة، ونتضرع من أجل الذين نسوك ولم يبحثوا عنك، اقبلهم في ملكوتك بشفاعة القديس شربل غافرا خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سمحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. شهياً قرب عنا، يا ذبيحاً غافراً قرب ذاته لأبيه، يا حملاً سارة لنفسي حبراً مقرباً، لتكن يا رب تلبطنا بمراحمك بخوراً فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. نضرع إليك اللهم الآب معزياً في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. كلنا سوا، لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن. السلام لجميعكم ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك ضارعين إليك، أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. تهوى طيبوت ودت لي طيوت وقديش طويت يويت ومتمويت ولبريت وشويات بسيع عمك الخون أحاي العلمين ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أبو واحد القدوس، ابن واحد القدوس، روح واحد القدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. حطوا المي بدل الزيت، عبوا سراجك عالسكيت، حطوا المي بدل الزيت، ولعت المي وصليت وسكرت بقى الله الحبيت. هي كانت أول آية وبعدك قرب الحكاية، وظلمة عالم ما ضويت. كنت تصلي للعذراء وتزين لمزارة، فجويت بقلب الصخرة حولتها لمغارة. كل الوقت تزور وتحط البخور، يعبق وجهك نور من نورها وتخبرها اخبار مليان اسرار، يخلص المشوار اجمل والدي.
فرجك عالسكي حطوا المي بدل الزيت عبوا سراجك عالسكي حطوا المي بدل الزيت ولعت المي وصليت وسكرت بقى الله الحبيت هي كانت أول آي وبعد كرت الحكاية وظلمة عالمنا ضوي يا أمي بيكفي عذاب شو جابي بعد غياب ما تزيد جرح جروح بكيت خد الباب حب اللي ما بتموت عالجنة ما بتفوت خلي دموعك سكوت بريجيتا يمي وكل امي فيكي وحدة اللي بتواسيكي والقوة بتعطيكي بريجيتا يمي سامحيني يا امي نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا فنرفع إليك المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد آمين. نشكرك يا بين السماوي على محبتك إلنا هالمحبة يلي بتخلينا ننسى ونسامح ونرجع بقلوب مستعدة كل مرة نجتمع فيها حول مذبحك وما فينا إلا ما نشكر يا رب ابنك يسوع على قوة تواضعه اللي خلته يصير سجين القربان لمدى الدهر تيقدر يطال كل قلب كل واحد فينا نشكر روحك القدوس على قوة عمله فينا هالقوة يلي عم تنحت قلبنا يلي منصخر تتحوله لقلب نابض بالحياة الأبدية نوعدك يا رب إنه رح نحمل بضميرنا الأمانة يلي سلمتنا إياها تنكون المشعل اللي بيضوي عتمة وظلام وظلم مجتمعنا ونكون نورك لكل الشعوب اللي حوالينا تيحقق ملكوتك ويتمجد اسمك مع ابنك وروحك القدوس إلى الأبد آمين, أمين. قبل ما نعمل التطواف اخوتي وطلبت لدي الشربل في وسطكم ونتبارك بالايقوني بحب من قلبي اشكر لجنه الوقف على هالعمل الجبار اللي صار خلال هالفتره اللي كنتوا عم بتراقبوا فيها عمل كتير كبير عم بصير ان كان بالبستان او الحديقه او عليه شربل على ايدكم الشمال اللي بتمنى الاشخاص اللي بعد ما شافوها يفوتوا عليها او حتى الشبال وكل الشيء الجديد اللي عم تشوفوه والآتي أعظم شكر كبير لسعادة النائب مجدي يعقوب على الشيء اللي رح تشوفون الله رد مش أكتر من 10 أيام اللوحة المزيك اللي رح تكون على شمالكم كمان للقديس شربل شكر لكمان صديق بكرة رح تعرفوه أكتر لما تشوفوا بوجهكم لوحة القديس شربل مزيك كمان المعمولة واللي هي ضخمة جداً ورح تكون الأكبر بإذن الله بالمملكة كمان صارت على شفير أنه تخلص ونستلمها كيف فيني ما أشكر مستر بيلي على هالعمل الضخم جداً اللي عم نواكبه كأهل الرعية أو بعض الأشخاص لحظة بلحظة كذلك بدي أشكر سعادة معالي الوزير على حضورك دائم معنا أنت وعائلتك وبدي أشكر اليوم خاصة سعادة السفير اللبناني الجديد وإن شاء الله قريباً بصفي وطننا عم بتعافى أكتر وأكتر سعادة السفير يوسف الرجي واللي ما بيعرف وبحب يتعرف عليه وعلى قلبه إن شاء الله ربنا بيعطينا أيام حلوة سعادة السفير كمان مع صديقك
وبدي أقول أهلا وسهلا فيكم أنتوا أهل البيت. بيسعدني اليوم كمان أقول أهلا وسهلا فيك. ما بعرف إذا بتعرفوه لهيثم سكرية، اللي مش بس بعتبر أنه إبداع وحضور، إنما كمان أدهشني بأنه عم بيقدم أعمال موسيقية خارقة بالمملكة. آخر عمل حضرناه سوا من حوالي 10 أيام، فشكراً كمان على هالأعمال الحلوة اللي عم تعملها أستاذ هيثم. كمان بدي أقول شكراً لكل واحد منكم، أنتوا كمان بتنشكروا أخوتي. المجلس الرعوي اللي حضر كل هالاحتفال مع كل هال3 أيام اللي كانوا بحقيقة مثل خلية النحل، ما فيني إلا ما أقول شكراً باسم القديس شربل لكل عمل حب عملتوه، لأخوية مار شربل، لشبيبتنا، أطفالنا، عائلتي، جوقة، نورسات، شكراً. كمان موقع أبونا، شكراً على مواكبتكم لإلنا ولنشاطاتنا. وبعتذر إذا عم بنسى حدا، بس بدي أقول كل إنسان إن كان بالماضي أو اليوم عطى شوية حب. ومن الماضي ما فيي إلا ما أشكر خي نبيل كرم، اللي بالحقيقة تعرفت عليه أدهشني عن تاريخ هالبيت مع أبونا جورج ومع كل الكهنة ومواكبته لإلن. بصدق بقلكن يمكن كل واحد منكن كان له بصمات جبارة، لمن تطلعوا بوجوه بعضكن عرفوا أنه كل واحد منكن له حب وله نظرة خاصة من مار شربل لإلكن. بدي أرجع أشكر كل الأشخاص اللي عم بيعطوا كتير من حبهم ووقتهم لإلنا وعم بيتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هيدولي إلن كل بركة القديس وبركة ربنا يسوع المسيح. رح نوقف ونمشي بالتطواف إخوتي ونصلي على نية صاحب الجلالة وعلى نية عائلته وعلى نية القوى الأمنية اللي حارسي هذه المملكة بكل اللحظات، وعلى نية كل الأشخاص اللي عم بيشتغلوا ونحن ما بنعرف إنه عم بيشتغلوا بصمت مثل المي اللي بتمرق والهواء اللي بيمرق، مرات ما بنعرف قيمتهم. بدي أشكرهم لأنه بالحقيقة إذا بعدنا بهالواحة اللي اسمها مملكة الأردن بخير وسلام، هي لأنه في كتار عم بيشتغلوا بصمت وعم بيشتغلوا مثل القمحة تحت التراب اللي رح تعطي حبوب كتيري وحب كتير بالمملكة وأكيد لشرقنا المتألم. خلونا نصلي إخوتي وتطواف مع القديس شربل وننهي هالذبيحة الإلهية. اهدينا يا شربل حياة تشتاق السعى، أنت حي نائم أم دفين في التراب. اهدينا يا شربل حين تشتاق السعاد، أوهد العلم ولم يستطيع رد الجواب. اهدينا يا شربل حين تشتاق الصعاب، جودة الخالق ما لا عطايا Thank you.
القديس شربل فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس له المجد إلى الأبد آمين. اذهبوا بسلام إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس لله الواحد له المجد إلى الأبد آمين. أنا بدي أشكركم، بدي أشكر عائلاتكم، بدي أشكر صلاتكم. وعد لدكتور عبد العزيز هلأ شفته معنا إنه السنة إن الله رد رح يكون عنا حضور بالمغطس، وهيدا وعد أنا ما بتراجع عنه أكيد مع أهلنا أهل المملكة اللي كانوا موعودين عبر كتير من السماوات إنه رح نبلش بإذن الله، ومع لجنة وقف هالقد سهراني ومع قلوبكم الطيبة أكيد قادرين هالمرة ننزل صوب المغطس وصوب كنيسة مرمرون، وإن شاء الله هذا الشيء بتم بشفاعة القديس العظيم شربل وبقوة الله والروح القدس.